أحبتي الكرام، هذا اسمه وادي العمد. شوفوا السمك كيف فيه، ما شاء الله ما شاء الله، منطقة جميلة جدا. وهنا الماء العذب اللي كلمتكم عنه نستخدمه للخل، إنتاج الخل الطبيعي، أجود ماء يعني في سلطنة عمان بل في العالم العربي هذا الماء، لأنه في مادة حافظة استغربت منها حتى الوزارة العمانية من قوة المادة الحافظة اللي فيها، ويقعد 20 سنة ما يتغير في علبة أو في طرمبة أو في، ولا يتأثر بالبلاستيك. سبحان اللي خلقه وأبدع. شوفوا من هالجبال الشاهقة يوجد هذا البئر اللي في عين هوارة. تقبل التحية. يا حي الله أحبتي الكرام، معكم أبو حمدان. نحن اليوم في عمان، سلطنة عمان، اليوم الحين في هذا الوقت مساء، علينا العصر الساعة 5:13 في عمان الحبيبة. هذه جبال عمان الشاحقة اللي تمتد من جبال زاجرس على الإمارات، على هنا، على جبال الحجر، على جبل الشمس. طبعا من أجمل مناطق جبل الشمس، ارتفاع شاحق عالي جدا، وفي فندق محترم في جبل الشمس. يعني والله ما أدري، يمكن هوية أضفاض، يمكن ويمكن نروح شليم، لأن منطقة غنية ساحلية وغنية بالأسماك فريش، غير جو يعني. وفي نفس الوقت ندور بدور من الأجزار البرية للاستفادة من هذا النهر. حياكم الله أحبة الكرام. هذه الشجرة اللي متشربكة هذه اسمها العلقة، وهذه اللي مسوية مثل القطن الأبيض، هاي يسمونها شجرة الظبي. شايفين؟ وهذه الشجرة اللي هنا، هذه تشوفونها الظفرة. الظفرة لعلاج، مفيدة جدا لعلاج الإصابات في الركبة، إذا عندك آلام في العظام، عندك آلام في الركبة، للرياضيين المصابين. ينعجن مثل الحنة، ينخذ الورق وينطبخ طبخ. خلوني أكلمكم في علم الأعشاب شوي. ينطبخ طبخ مع ملح إلين تصير مثل العجينة، بعدين تنحط لبخة وتنلف بخرقة إلى اليوم الثاني، والصباح إن شاء الله ما في ألم، لا وجع ولا حاجة. وإذا استمر الأمر الألم يستمر. هذه أحبة الكرام شجرة الظبي، نحن نسميها في الإمارات شجرة الظبي. عليها الإضاءة مشواطها، شوفونها مسوي مثل القطن الأبيض. لابد فيها حكمة، بس ما قرأت عنها، راح أقرأ عنها وشوف شو حكمتها هذه. لابد فيها حكمة. أما الظفرة فكلمتكم عن حكمة الظفرة، يعني ياب الورق يندقدق خفيف يعني، وينحط في قدر وينصب معه ماي وملح، ويتفور يتفور كل شوي، ينزاد ورق لين يصير مثل العجينة. بعدين تلبخبو، تحط البخة على مكان الألم، في الركبة، في الكتف، في اليد، في الساق، في القدم، في الخف، وتلفه بقماشة وتخليه لليوم الثاني. اليوم الثاني الألم كله يختفي. لعلني أفدتكم، أسأل الله لي ولكم الأجر والثواب، وأن يجعل ما نقوم به خالصا لوجه الكريم، مو بيروح واحد يشربها بعدين يورطني. فلسية. طلقني طلقني. آه. طلقني. طلقني، ريد ارتاح والغايب لكم، بس ابني ابني يبقى وياي، ما يبقى عندكم. ما طلقك لو موت، لو مو رغبتك اخذ عليك اثنين واخذ غرفتك. وكل عقل، كل عقلك انت تريد تاخذ وخليك. كل عقلك انت تريد تاخذ وخليك. شويه نفط على الراس وبموتي ابليك. بالعكس راح ارتاح، حسبالك اهتم، اخذ عليك اثنين وانت بجهنم.